قلتي لي هاتي لي حاجه من قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنطومه. بالراحه لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنطومه اللي معصباني وعماله ترميني في بخور، هريتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنطومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو انت رايده ايه بالظبط؟ فهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طول تقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر نعم على طول ويتمنى نظرة رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق يسمع منك يا حنطومة يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مكر اللي معادك يا بيت هنا. ابدا انا قلت يعني اريح شوي. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براء في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوش يا بنت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده أصله إيه؟ طب وكان لازمته إيه بقى الحوار ده كله؟ لما أنت ناوي تلمها في الآخر. ده شغل عتاق يا حمار. ما أنا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنة. مش لازم الضربة نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عند سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكة؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جاب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك يا ده انت ابني حبيبي. انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على اسنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ يا ريتك تعرف تكرره تاني، وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افندينا بره الملعب في غمضة عين. بس ده ما كانش يقولك زمان،
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيه وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. نوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف، العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك. علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل، انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا في عزبه ابوكي؟
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليها اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفصك امشي يا بت روحي شوفي شغلك يا بت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيف نفوخك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقدلك جدا قادر يا كريم. الهي انسي براءه يا خلاص يا بت خلاص انت هتشحطي يا بت. طب قولي لي روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا اختي بتاعت الأعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بيت، هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحده كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رايك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجه صحانا من صباحيه ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجه مهتم بيها زياده حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو حاجة أول ما دخل خرجنا برا وقعد معاهم. أنت هتستعبط؟ أنا ما أحبش كده، اتقوا شري. بصراحة يا حاجة إحنا بنجي نلقي لك أخبار أفندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. بصراحة كده يا حاجة إحنا بنعمل الحكاية دي يعني وإحنا متقدرين قوي. وأنا بصراحة بحب أفندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار أنت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك حمار. ولا مش انا قلت كده؟ يالا هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ هو احنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيح علينا يا حاجه سوء علينا. ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عيبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جري. ما تقول لي ياثر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمة يعني، رسوني على بر. النوح رمى المعلومة لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومة لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الأطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغالة معاكوا؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش أكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها الاكل. يا خسارتك يا سوري، ادي اخر لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليكم والله يا خسارتك. يا بنت بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلموا حاجة والنبي يا باشا. تعرف يا باشا أنا ما بفهمش إلا بالهدوء والله العظيم. أنا أديك عيني، أنا بقول لك يعني إن رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيه، أنا خايفة يا باشا. بس بدل ما أخدك من إيدك أرميك عند النوع بإيدي. يا أخويا أنت بتعاملني كده ليه ها؟ وأنا كنت متجوزة أبوك ولا كنت هتجوز أبوك؟ بص الروحي فجأة تقلت مني المفاجأة. أنا مش عارفتي ما شاء الله. انت عارفة يا حبيبتي ان كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجة بتخلي الرجالة المتجوزة تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجالة بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنة ونعيمها. هموت انا في السيبة الصلطة. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه؟ تمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك. مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هو الليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى وعديها، بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول. يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص 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 يا شو، براحتك شوقك اهو كده يا معلم. يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ هو انا بنام؟ لا اجري اجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان. هو انا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فوتنا. الحمد لله على السلامة.
نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني تدخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. أصل الحارة وحشتني قوي، فقلت أبص عليها. آه يا تتوحش، بتبص عليها. طب أنت مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربية يا حيوان. أنا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونمسي. أنا وتحبب رومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا أنا بسأل نفسي المكتب منور ليه؟ أتاري عبدو باشا قاعد فيه؟ بقالنا كتير مستنين الزيارة دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس أنت عارف إن زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس أنت تأخرت علينا تو ماتش. والله أنا جيت حسب الأوان ومتهيألي عداني العيد. الكابتن إبراهيم سعيد أهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وأنا ويتنج فور الأوان. أما بقى بالنسبة للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمن. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيحه. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب لما فر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ مالت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلل. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهرده.
هردة يا ابو هردة، ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه، احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية انه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمة. ايوه بس انت عارف، انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظرة من عينيكي. وبعدين انا مش بقولك اعملي معاه حاجة وحشة لا سامح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجة ياخدها من المنيو، سيجارة حباية، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشوية قهوة يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقي اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي، ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبولك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قول لي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. انا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهويتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك، الحكومة هتنفعك بإيه؟ هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك، ما انا عارفك غبي حك وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار الزرق وده شطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق.
انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطر. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. خطوة عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع. قوم يا سونيا. المحترم. مقركم المتواضع المحترم. حسب امر اليافطه. اقعد يا سونيا. اقعد يا حبيبتي. ماله زي بيتك. محترم. امال. بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما. كل صورة بوضع. وكله أكل عيش يا فندينا. وأنت السادق كله شمال. أكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمة. قصاد خدمة. والحساب يجمع. وماله؟ رقبتي. في واحد يا بجاشي هديك اسمه. عايز أعرف عنه كل كبيرة وكل صغيرة. أصله. فصله يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول. الاولانيه سؤال والتانيه اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه حتى لو تمنها رقبتي. ايه هولك؟ استبينا يا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي. العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك كده ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس ايدك على دقني وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم. ابوس رجليك والله. يا بنت يا بنت قومي مش شايلين ذنب. انا مش قد. قوم الله لا يسيك. انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة. ولا الحكومة قدي. ما يقدر على القدرة اللي ربنا. لا ما بت. يا بنت ما تخافيش. ما تخافيش. أنا لو عاوز أتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها. ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرة.
معلم انا انت بس طيب طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحك ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز تعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم.